أنا مي أبو خلف من الأردن، بساهم اليوم معكم في مناظرات دبي في موضوع دور المرأة العربية في الأعمال الريادية وفي الاقتصاد. من الملاحظ أن دور المرأة العربية بالأعمال الريادية والاقتصاد دور ضعيف نسبيا في البلاد العربية، ويعزى ذلك بشكل عام إلى الموروث المجتمعي والفكري والديني المتواجد في البلاد العربية. بالرغم من السعي المستمر من قبل العديد من منظمات المجتمع المحلي والمجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى تفعيل العديد من المشاريع التي تساعد على تمكين المرأة اقتصاديا، تساعد على تفعيل مكانة المرأة اقتصاديا، لدي قناعة كبيرة بأن الربيع العربي هو حجر الفصل في خلق العديد من المشاريع والبرامج التنموية التي تساعد وبشكل عام على تفعيل دور المرأة العربية اقتصاديا وتمكينها اقتصاديا وجعلها قادرة على منافسة الرجل على العديد من المراكز والمناصب الاقتصادية في المجال الاقتصادي وتفعيل دورها اقتصاديا. ودائما من نتجه ونقول أننا نحن كعرب نسعى إلى تفعيل دور هذه المرأة العربية وندعمها بشكل وبآخر. وشكرا.